الرئيس السيسي يترأس أعمال الدورة 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي نيباد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، وبايدن يشيد بجهود مصر في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة. القاهرة تستضيف اجتماعاً رباعياً لبحث موقف الهدنة في قطاع غزة، وواشنطن تصفها بالبناءة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال الدورة 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي نيباد، وذلك عبر الفيديو كونفرنس. وخلال كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاجتماع ينعقد في وقت يمر به العمل الأفريقي المشترك بمرحلة دقيقة. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس أعمال الدورة 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نيباد، والتي تعقد سنويا للتحضير للقمة الإفريقية، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء في اللجنة. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة الرئاسة المصرية للجنة. أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات، أعضاء اللجنة التوجيهية للنبات، السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدة ناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية للنبات، السادة الحضور، لقد تشرفت بناء على ثقتكم الغالية بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نبات في فبراير 2023. واليوم ينعقد اجتماعنا في وقت يمر فيه العمل الأفريقي المشترك بمرحلة مفصلية، تزامنا مع انتهاء الخطة العشرية الأولى من أجندة 2063 التنموية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع ناقش رؤية نيباد التنموية ودورها في تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، كما تحدث خلال الاجتماع كل من رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والمديرة التنفيذية لنيباد ورؤساء السنغال وغينيا الاستوائية وزامبيا والجزائر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالإضافة إلى عدد من نواب الرؤساء والوزراء وكبار مسؤولي الدول الإفريقية الشقيقة. وفي ختام الاجتماع تقدم السيد الرئيس بالشكر لرؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية، مؤكدا مواصلة العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها القارة الإفريقية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وخلال اللقاء تم تأكيد الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والسيد عبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن رئيس الوزراء القطري نقل للسيد الرئيس تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مؤكدا الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين، وهو ما بادله السيد الرئيس بالتحية والتقدير، مؤكدا العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع، حيث استعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد وكذا جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية. وتم تأكيد الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الذي نقل تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس السيسي. وخلال اللقاء نقل بيرنز إشادة بايدن بدور مصر المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية. كما نقل بيرنز تحيات الرئيس بايدن للسيد الرئيس وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة. وقد شهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن، حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. تستضيف القاهرة اجتماعا رباعيا يضم ممثلين من مصر والولايات المتحدة وقطر، ذلك لبحث موقف الهدنة في قطاع غزة. ويشارك ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مدير الاستخبارات الإسرائيلية سيشارك في اجتماعات القاهرة. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن تعمل مع القاهرة والدوحة بشأن مقترح يقود إلى إطلاق سراح المحتجزين المتبقيين في غزة. في غضون ذلك، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الرئيس الأمريكي أكد على ضرورة وجود خطط لضمان حماية المدنيين في رفح، معربا عن سعادته باستمرار المحادثات في مصر، قائلا إنها بناءة وتتحرك في الاتجاه الصحيح. نحن نسعد بأن هذه المناقشات مستمرة، وكما أشرت من قبل هذه بناءة وتتحرك في الاتجاه الصحيح. ليس هناك تحديث اليوم، تحدثنا وهناك مناقشات تجرى في الوقت الحالي، وهي تعكس الجهود التي بذلها الرئيس مع فريق الأمن القومي بأننا نريد الإفراج عن الرهائن في أقرب وقت ممكن. يبدأ غدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى مصر، هي الأولى منذ أن رفعت أنقرة والقاهرة مستوى العلاقات بينهما بتعيين سفيرين العام الماضي. وأكد أردوغان أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة سيتصدر جدول محادثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن المحادثات ستناقش كذلك مختلف القضايا منها التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والدفاع. ميدانيا، أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا وأصيب 162 آخرون خلال 24 ساعة.
وذكرت السلطات الصحية أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لافتة إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، وبهذا قد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28,473 شهيدا و 68,146 إصابة، ذلك حتى اليوم 130 من العدوان. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 غارات شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما بدأت قصفا مدفعيا على المنطقة. وأشارت مصادر محلية لوصول إصابات المستشفى الكويتي برفح جراء استهداف الاحتلال مناطق جنوب قطاع غزة، كما تم استهداف مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج برفح، وذلك عبر طائرة مسيرة تابعة للاحتلال. بدوره حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة ستكون له عواقب مدمرة. وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تنجح المحادثات الجارية في تحقيق هدنة في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. قدمت جنوب أفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح الفلسطينية تتطلب إقرار تدابير طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين. وفي بيان لها أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا أن الطلب المقدم للمحكمة تضمن التعبير عن القلق البالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، مثلما أعلنت إسرائيل، أدى بالفعل إلى قتل وأذى ودمار واسع النطاق وسيؤدي إلى المزيد. كما أكدت جنوب أفريقيا أن تلك الخطوة بأنها تمثل خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في 26 من يناير الماضي. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر شاحنة مساعدات غذائية وطبية معيشية لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي قطاع غزة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق. شكري يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى القاهرة. واستعرض شكري وسيستعرض شكري موقف مصر القائم على تشجيع الأطراف اللبنانية على اختيار رئيس للجمهورية اللبنانية. قدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى لبنان يهدف لإنهاء المواجهات مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين. تهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود، حيث يجري القصف المتبادل بالتوازي مع العدوان على غزة.
على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات إتيدا وشبكة المشرق العالمية الإماراتية، وذلك للتوسع في خدمات أعمال مركز الشركة في مصر. تهدف الاتفاقية إلى توفير 300 فرصة عمل للكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى، موجهة لأنشطة تصدير خدمات الأعمال المصرفية، وذلك خلال مدة الاتفاقية والتي تبلغ 3 سنوات. وبموجب الاتفاقية ستقوم شبكة المشرق العالمية بتوسيع عملياتها في مصر، والتي تتضمن تقديم خدمات تحليل البيانات وذكاء الأعمال والتدقيق الداخلي وإدارة الائتمان وغيرها من الخدمات المالية والبنكية. انطلقت فعالية التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية وعناصر من القوات الخاصة البريطانية، والتي تستمر فعالياتها على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية. بدأت فعالية التدريب باصطفاف ودمج القوات واستعراض الأسلحة والمعدات المستخدمة لأغراض التدريب، ومن المخطط تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المتنوعة بهدف توحيد المفاهيم وتبادل واكتساب الخبرات وصقل المهارات للقوات الخاصة المشاركة من الجانبين. يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة. في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة، استقبلت مدينة بورسعيد الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية لمشاهدة معالم ومشاريع المحافظة. يأتي هذا الملتقى في إطار تطوير أنشطة مبادرة جيل جديد وضم براعم جديدة لها. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. مدينة بورسعيد الباسلة أرض البطولات والتضحيات، استقبلت الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة. على مدار 3 أيام استضاف قرية الشرطة ببورسعيد شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، والتي انطلقوا منها يوميا للتعرف على معالم المدينة التاريخية ومنها المتحف الحربي الذي يسطر تضحيات الشعب المصري، بخاصة في مواجهته للعدوان الثلاثي عام 1956. لما تشوف أبطال حلفين يحمو يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصر ردوا الدين لأجل بلدنا من الأعمار. واستعرض نماذج للفدائيين والتي كرمت وزارة الداخلية أسرهم في الاحتفال بعيد الشرطة. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي دم مصر. النهاردة مبسوط إن أنا جيت في متحف بورسعيد وشفت نماذج عن الفدائيين اللي حاربوا في العدو في 56. بشكر مبادرة الجيل الجديد إنها جابتنا متحف بورسعيد، شفنا النماذج المشرفة دي وصورهم وقرينا عنهم. أنا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو فكر في الشباب وفكر فينا وعمل لنا حاجة زي مبادرة كلنا واحد جيل جديد. أنا انضميت للمبادرة عشان سمعت زمايلي وهم بيقولوا إن هم راحوا أماكن جميلة جدا واستفادوا حاجات حلوة قوي. قام الشباب والطلائع بزيارة مقر قسم شرطة موانئ بورسعيد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي يعود بناؤه إلى 30ات القرن الماضي. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي دم مصر. واستقل الشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة إحدى المعديات في جولة بقناة السويس، حيث نقطة التقاء البحر المتوسط بالقناة. فرحة
فرحانه قوي ان انا اول مره اشوف حاجه يعني جديده في حياتي. مبسوط جدا ان انا بشوف حاجات زي دي في بلدي، وفخور ببلدي والحاجات اللي بتحصل في بلدي. رحنا حاجات كتيره جدا حلوه قوي في بلدنا ما شفناهاش قبل كده، ونشكر مبادره كلنا واحد، وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر. لما تشوف افضل وإدراكا لأهمية اطلاع النشأ على الصناعات الوطنية، نظمت الوزارة زيارة لهم للمنطقة الصناعية ببورسعيد، حيث اطلعوا على مصانع الضفائر الكهربائية للسيارات. النهارده بنرحب بمبادره جيل جديد عندنا في شركه سوموتومو الكتريك ايجيبت، واحنا مبسوطين جدا بزيارتكم عشان نقدر ان احنا نوصل للجيل الجديد فعلا ان في صناعات كبيره موجوده في مصر زي صناعه الضفائر الكهربائيه للسيارات. انا شايف ان دي فكره كويسه جدا ومبادره جيده جدا، لان هي بتساعد الشباب الجديد والجيل الجديد انه يتعرف على صناعات كتير موجوده في البلد، صناعات قادره ان هي تصدر وتتطور وتشارك في صناعات كبيره شبه صناعه السيارات. المصنع بيصدر لاكثر من دوله في اوروبا. كل ما بنروح مكان بنكتشف حاجات جديده، واول مره اجي المصنع دوت اللي هو مصنع سوميتومو. انا فخوره جدا بالمصنع دوت، واول مره اشوفه واتمنى اشوف حاجات كتيره تاني. ثالث مره ليا اجي المبادره، والنهارده اكتشفت ان في مصر اكبر مصنع للضفائر الكهربائيه للسيارات وبيصدر لجميع دول العالم. وقاموا بزيارة مصنع الكاوتشوك والذي يلبي احتياجات السوق المحلي. بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر، أجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. مبادرة عظيمة إن احنا نعتني بشباب صغير ده وندور من فكرهم ونوريهم إن البلد في تغير وتحسن والصناعة بتنمو، وإن مصر في عهد سيادة الرئيس ابتدى يبقى في مصانع جديدة تعمل منتج استراتيجي الدولة بتحتاجه، فدي حاجة يعني شرفتنا طبعا. أنا مبسوط جدا إن وزارة الداخلية خلتنا أزور مدينة بورسعيد وأزور أكبر مصنع كاوتش في مدينة بورسعيد، ولما أروح أحكي لأصحابي وقرايبي على اللي شفته النهاردة. مبادرة حلوة وجينا هنا مصنع كاوتشات وبشكر سيادة الرئيس وزارة الداخلية على المكان الجميل اللي جابته. وحرصت وزارة الداخلية على اصطحاب هؤلاء الشباب عبر أنفاق 3 يوليو التي تربط بورسعيد بالضفة الشرقية للقناة كأحد الإنجازات الحديثة، متجهين عبره إلى ميناء شرق التفريعة، وهو من المشروعات القومية التي أقامتها الدولة ومحور أساسي للتجارة العالمية، وتم تنظيم احتفالية لهم هناك. اسمحوا لي أشكر باسمي وبالنيابة عن زملائي طلاب وطالبات المناطق الحضرية الجديدة، شكر خاص لإدارة ميناء شركة تفريعة ببورسعيد شركة ميرسك على الاستقبال العظيم اللي استقبله لنا النهاردة والأماكن اللي وراها لنا، وبجد أنا فرحان وفخور جدا إن احنا عندنا شركة زي دي وميناء زي دون داخل مصر. We are very proud to work with the government of Egypt on initiatives that we see today, where the government of Egypt is investing in the future of the country, the youth of the country. They are providing opportunities for youth to acquire new skills, to look for job opportunities, and to provide them training. And we are very, very proud to associate ourselves with these initiatives by the government. أنا دلوقتي في ميناء شرق التفريعة، وخدنا فيها جولة جميلة جدا، شفنا حاجات كتيرة مفيدة وعرفونا الوعي والحماية وحاجات كتيرة قوي حلوة. فخور إن احنا عندنا حاجة زي دي بالضخامة دي وبالحجم ده، ومبسوط جدا ان انا موجود في المكان ده. بصراحه كانت جميله جدا، وانا كنت بصراحه ما كنتش اعرف ان في بورسعيد مكان زي ده بصراحه.
على هامش الملتقى تم تنظيم ندوات تثقيفية للشباب رحبوا خلالها بزملائهم الجدد المنضمين للمرة الأولى للملتقى بعد النجاحات التي حققتها الملتقيات السابقة. أنا عايزة أرحب بكل زمايلي الجدد اللي انضموا لنا في المبادرة حديثة. أنا مبسوطة جداً بزمايلنا اللي انضموا معنا المبادرة الجديدة وبتمنى أن هم يستفادوا كل اللي احنا استفدنا من المبادرة. وتهدف هذه الندوات إلى إسقال المهارات الثقافية والفكرية للشباب وتعريفهم بالإنجازات الوطنية. أنا اسمي مصطفى الجمال من حي بشار الخير، وأنا إزاي أحافظ على المشروعات اللي حضرتك قلت عليها في المحاضرة، وإزاي أخلي مستقبلي أفضل. كل المباني الحلوة اللي احنا شفناها وكل المشروعات الناجحة دي هتلاقي اللي نجحها الناس اللي شغالة فيها. زي ما احنا عندنا مستشفى ناجحة بقى عندنا شرق تفريعة ناجحة، وزي ما احنا عندنا مدرسة ناجحة بقى عندنا مصنع للكاوتش ناجح. كل المرتبط ما بين ده هو بني آدم ناجح. عشان كده لو عايزين نحافظ على مشروعاتنا بجد نبقى أقوية وناجحين ويبقى عندنا انتماء للبلد في كل فعل بنعمله. عايز أعرف إزاي أكون مفيدة لبلدي. أول حاجة علشان نكون مفيدين لبلدنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى عملية التغيير لابد إنها تكون جوايا الأول، وبعد كده أبدأ أغير في اللي حواليا. يبقى أنا بطور من نفسي، بطور من مهاراتي، وبتعلم كل جديد، وبعد كده ببدأ أوصله للآخرين عن طريق إن أنا أكون إيه؟ قدوة. بشكر طبعاً السيد الرئيس وتطبيقه للاستراتيجية اللي بتقول إنه إحنا لازم نأكد على إن بناء الإنسان قبل بناء البنيان. فمن خلال مبادرة جيل جديد لقينا إن في تطبيق فعلي للتأكيد على المهارات اللي إحنا لازم نطورها في الإنسان. النهاردة استقبلنا شباب جديد يمكن ما كانش معنا في المبادرة المرة اللي فاتت، والشباب بالمجموعة الأولانية رحبت بالمجموعة الثانية، وكل يوم بنزيد وكل يوم قلب على قلب من الشباب هنقدر إن شاء الله نكون مجتمع ناجح وراقي يحافظ على البلد. لما تشوف أفضل تضمن الملتقى تكريم المتفوقين من أبناء المناطق الحضرية دراسياً من مختلف المراحل الدراسية. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايماً تحيا مصر. لما تشوف أفضل حرفين يحمو يبنوا اليوم الجديد. أنا مبسوط بمبادرة الجيل الجديد عشان هي بتعلمنا حاجات كتيرة وبتدينا دفعة اللي احنا نتفوق. وتأكيدا على نجاح مبادرة جيل جديد في غرس قيم التشارك والانضباط، وهو ما انعكس على سلوكياتهم وتعاونهم وقيمهم الإيجابية التي ظهرت خلال هذا الملتقى. اختتم الملتقى الرابع فعالياته الناجحة بحفل ترفيهي كبير وسط التقاط لصور تذكارية تخلد هذه اللحظة. بجد مبسوط باختتام الملتقى الرابع، وبجد فرحانين كلنا ان احنا نيجي هنا بورسعيد ونتعرف على حاجات جديدة في بلدنا. انا اول مرة ازور الاماكن دي وفخورة جدا بالاماكن دي. بشكر سيادة الرئيس على كل المبادرات اللي عملها لنا، ويا رب تكون على طول. المتميزون ثقافياً وعلمياً ورياضياً من المشاركين في الملتقى تم إضافتهم إلى لوحات شرف المتميزين الموجودة داخل المناطق الحضارية الجديدة لتخلد مشاركتهم في هذه الملتقيات التي يزداد الإقبال على المشاركة فيها يوماً بعد آخر في ضوء حرص الوزارة على التطوير المستمر لأنشطة الملتقى لبناء أجيال جديدة الانتماء للوطن شعارها وبناء قدراته هدفها. تستمر مبادرة كلنا واحد جيل جديد في تقديم المزيد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لتعريفهم بالإنجازات الوطنية الموجودة على أرض مصر، وكذلك الإرث الحضاري الذي تزخر به
وبورسعيد لديها كثير من المشاريع والإنجازات التي تعرف عليها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وهناك المزيد الذي سوف تقدمه مبادرة جيل جديد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة خلال الأشهر والأيام القادمة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا عبر الهاتف الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار. ضيفي الكريم، إلى أي مدى يعكس الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد سعي الدولة بجميع مؤسساتها نحو الارتقاء بالعنصر البشري؟ يعني أولا تحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يعني بالتأكيد ما شهدناه في هذه المبادرة وهذا البرنامج المتميز في حقيقة الأمر هو تجسيد واقعي وحقيقي لشعار بناء الإنسان المصري، بناء الإنسان الذي يمثل الثروة القومية الأولى والأهم، والمقصد من كل البرنامج الوطني لبناء مصر الحديثة وبناء هذا المستقبل. أعتقد أن ما شهدناه هو تأكيد لفكرة بناء الإنسان المصري منذ النشأ والرعاية وبناء الوعي، حالة بناء الوعي في حقيقة الأمر واضحة للغاية من خلال هذه المبادرة ومن خلال هذا البرنامج. أيضا وضع هؤلاء الشباب والشابات على بداية طريق المستقبل من خلال اطلاعهم على ما يجري من تنمية وعمران وبناء لربوع مصر كلها. أعتقد أنها مسألة مهمة للغاية أن يدركوا حقيقة ما يجري على الأرض وحجم ما تبذله الدولة من أجل بناء الحاضر والمستقبل. أعتقد هذه فكرة مهمة تجعلهم شركاء حقيقيين وتزيد من فرص بنائهم لمستقبل واعد ومشاركتهم في هذا المشروع الوطني لتحديث مصر وبناء المستقبل. وأعتقد أنه اختيار البرنامج كان اختيارا موفقا، المزج ما بين العناصر الوطنية التاريخية، الفدائيين، جزء من تاريخ مصر، تعزيز للشعور الوطني في نفوس هؤلاء الشباب، الاطلاع على المشروعات التي يتم تنفيذها سواء مشروعات الأنفاق أو مشروعات البنية التحتية أو المصانع المتقدمة. أعتقد أيضا رسالة مهمة لبناء المستقبل وكيف تمتلك الدولة أدوات المستقبل. وبالتالي أعتقد أن هذا البرنامج يضع هؤلاء الشباب على الطريق الصحيح ويمثل مؤشرا واضحا على رؤية الدولة ورؤية وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة المصرية في بناء المستقبل عبر هؤلاء الشباب. كيف كانت ردود أفعال يعني هؤلاء الشباب خلال الزيارة؟ يعني أعتقد ما عرضوا التقرير وما رأيناه من آراء هؤلاء الشباب بيعكس حجم التجاوب الكبير وحجم الترحيب الكبير والتفاعل الطيب مع هذا البرنامج وحجم الاستفادة أيضا، لأنه بالفعل ما تضمنه هذا البرنامج سواء من ندوات أو من نقاشات سرية أو حتى من خلال انخراطهم في مسألة التنظيم والحوار بينهم وبين بعضهم وبينهم وبين المدربين والمشاركين في هذا البرنامج، بيعكس حجم التجاوب والتفاعل البناء بين هؤلاء الشباب وبين كل مكونات البرنامج. وأعتقد أن هذا البرنامج سيكون بالنسبة لهم خطوة لا تنسى، بالعكس أتصور أنها سيكون أن هذا البرنامج سيكون نقطة تحول في حياتهم، لأنه في النهاية زي ما أشرت بيعرض أو بيقدم لهم طريق المستقبل، بيشارك في بناء الأمل وصناعة الأمل في نفوس هؤلاء الشباب. وبالتالي أعتقد أنه حالة الحماس وحالة التجاوب وحالة التفاعل بتعكس مدى الاستفادة التي استفادها هؤلاء الشباب من هذا البرنامج، وأعتقد أنه هيكون نواة كبيرة وسيكون نقطة كبيرة ومضيئة في حياة هؤلاء الشباب تبني المستقبل وتعزز أيضا فرص أن يشارك مزيد من الشباب في مثل هذه البرامج البناء. نعم، أخيرا ضيفي الكريم، النشاط الاجتماعي لوزارة الداخلية، كيف تقيم هذه الاستراتيجية في وزارة الداخلية للارتقاء بكل أنشطتها الاجتماعية والأمنية أيضا؟ يعني أنا أعتقد أن وزارة الداخلية بتقوم على شعار مهم جدا وهو فكرة الأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل، تقوم طبعا بالدور الأهم والدور الأول والمسؤولية الأولى المنوطة بها وهي حماية الأمن الداخلي، لكن أيضا الأمن الداخلي ليس فقط الأمن الجنائي وحماية المجتمع من الخارجين على القانون، لكن أيضا توفير كل السبل لمساعدة
المواطن المصري على أن تكون هناك حياة أفضل، أن تكون هناك جودة للحياة. وأعتقد أن دي رؤية استراتيجية للدولة المصرية كلها. نعم. وزارة الداخلية الحقيقة بتقوم بدور وجهد كبير، مبادرة كلنا واحد. نعم. لديها العديد من الأنشطة والفعاليات سواء في توفير السلع أو الخدمات، أو كما رأينا دعم صحيح. المواطن المصري عبر هؤلاء الشباب وتقديم نماذج للمستقبل تكون لبنة لبناء مصر الحديثة إن شاء الله. دكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وللمزيد أكثر من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. يعني بعد التحية أستاذ عماد، مبادرة جيل جديد بتأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف تعكس هذه الرعاية الكريمة اهتمام القيادة السياسية بالمناطق الحضارية تحديدا الجديدة منها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المبادرة بطبيعة الحال في غاية الأهمية، لأنها بتربط الأجيال الجديدة خصوصا من المناطق الحضرية الجديدة ببلدهم ومعالمها وتراثها وكل ما يربطهم بالاندماج في المجتمع بصورة طبيعية وصورة جيدة. نعم. وبالتالي أنا أظن الإختيار ليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الوزارة أو الدولة بمثل هذا المجهود. سبق هذا العمل الذي يعني رأيناه في بورسعيد أن تكرر في العديد من المحافظات على ما أتذكر في إسكندرية قبل سنة تقريبا، وتكراره وتحويله إلى يعني ما يشبه الظاهرة أو اللقاء السنوي، ده شيء مهم جدا يهدف إلى ربط أبناء هذه المناطق بالتطورات اللي موجودة في بلدهم. وأنا أظن مهم جدا في هذه الأيام الصعبة على المنطقة بأكملها، من المهم أن الشباب عموما وكل من يعني بعيدين عن فكرة ما يجري في العالم وفي المنطقة وفي بلدهم، مهم أنهم يعرفوا، وخصوصا يعني على سبيل المثال في هذا في هذه الجولة أو هذه في هذا المنطقة الشباب زاروا أماكن مهمة في خصوصا الأنفاق. يعني لما الشباب صغير السن يزور أنفاق اللي بتربط بورسعيد بسيناء ويدركوا انه سيناء اللي كان يعني في حاجز بحر بيفصلها عن الوادي والدلتا الناس تقدر تعديها في 5 دقائق، ده تطور مهم. والمتحف الحربي ومعالم كثيره تم زيارتها بتعكس محاوله ربط هذه الاجيال الجديده ببلدها وتعميق الانتماء لها. يعني استاذ عماد، بذكر هذه النقاط يعني حدثني اكثر عن الانتماء، انتماء هؤلاء او هذا الجيل تحديدا الذي تعرض لكثير من الظروف الخاصه سواء يعني محليا او اقليميا او عالميا، كيف تكون هذه المبادره لها الدور في تحقيق الانتماء من اول وجديد لهذا الجيل؟ الانتماء كما تعلمين يعني بيتم عبر مجموعة متنوعة من الأساليب ومن في المدرسة في البيت في المسجد في الكنيسة، لكن أيضا أحد يعني طرق تعميق الانتماء هي الجولات والزيارات للشباب لزيارة المعالم. نعم. فلما فيش ومع السوشيال ميديا للأسف الشديد عدد كبير من الشباب بيبقى غير مدرك لمحيطه الداخلي. قد يعرف بعض المعالم الخارجية التي يصادفها في فضائيات أو في السوشيال ميديا، لكنه قد يكون بعيدا عن الجوار المباشر معالم بلده. فبالتالي لما ملتقى زي دول والناس تروح بورسعيد وتتفرج وتزور المتحف الحربي واسم شرطة المواني، نعم. اللي هو مش مجرد اسم شرطة عشان الناس تزوره، هو لأنه ده مبني من فترة الثلاثينات من القرن الماضي، يعني داخل على 100 سنة تقريبا، على مصانع اللي هي بتعمل مصانع كاوتش للسيارات على سبيل المثال، انفاق 30 يونيو، دي كلها يعني ما بين معالم تاريخيه الى معالم بحريه الى معالم صناعيه، اللي هي فكره انه بيشوف مصنع، المصنع ده بينتج منتج بيسد حاجه في السوق، مجموعه كبيره من القيم والمبادئ مهم جدا ان هي تكون موجوده لدى يعني مش بس يعني المناطق الحضارية، ولكن أيضا طلاب المدارس. أنا شاهدت في زيارة لليابان طلبة مدارس ابتدائية يعني أعمارهم ما بين 6 إلى 8 سنوات، نعم. بيزوروا متحف هيروشيما، بيقولوا لهم المنطقة دي اتضربت بالقنبلة الذرية سنة كذا ومين اللي ضربها. الجي رغم من العلاقة الأمريكية اليابانية الجيدة، لكن بيقولوا للأطفال التاريخ بتاعنا هو ده من الأطفال وهم صغيرين.
وبالتالي احنا محتاجين يعني مثل هذا النوع من الجولات لكل المعالم اللي موجوده في مصر، انه الجميع يشاهدها خصوصا الاجيال الجديده. نعم، الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، وشكرا جزيلا لك. احتفلت مؤسسة صناع الحياة مصر بمرور عام على افتتاح وتشغيل مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية. يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني، حيث حقق مركز الغسيل الكلوي خلال العام العديد من الإنجازات، منها عمل ما يقترب من 2200 جلسة غسيل كلوي حتى يناير 2024، فضلا عن استقبال 30 مريضا دائما. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفلت مؤسسة صناع الحياة مصر بمرور عام على افتتاح وتشغيل مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. احنا النهاردة جايين بمرور سنة بنقول للجهاز الطبي والجهاز الإداري بتاع الفقرة بتاعنا الخاص بمركز الكلى في المقاطعة، بنقول لهم شكرا على اللي انتوا عملتوه وعلى المجهود الكبير اللي انتوا بذلتوه. النهاردة احنا بنحتفل بمرور عام على مركز الغسيل الكلوي، ويمكن المركز ده احنا بقالنا مثلا حوالي 3 سنين بنسعى جاهدا ان هو يقوم المركز، والنهاردة احتفلنا الحمد لله بمرور عام، وان هو قدم لعدد كبير من المستفيدين خدمات خاصة بالغسيل الكلوي. كمان قمنا مجموعة من الانشطة متوازنة مع مركز الغسيل الكلوي، عملنا توعية ل 25,000 مستفيد تحت عنوان أهمية شرب الماء وإزاي الناس تحافظ على الكلى. مركز الغسيل الكلوي حقق خلال العام العديد من الإنجازات، منها عمل ما يقرب من 2200 جلسة غسيل كلوي حتى يناير عام 2024، فضلا عن استقبال 30 مريضا دائما. المركز انتهى كذلك من مراحل التكويد الرسمي بالمجالس الطبية المتخصصة في أغسطس من العام الماضي، بالإضافة إلى نجاحه عمل عدد كبير من قرارات المرضى للعلاج على نفقة الدولة واعتماد صرف المبالغ المستحقة لهم. قدرنا نستقبل على مدار السنة 30 مريض، وبنقدم لهم جلسات الغسيل الكلوي، قدرنا نعمل 2200 جلسة غسيل كلوي. احنا السنة الجاية ان شاء الله نطمح ان احنا نعمل توسعات كبيرة في المركز ويبقى عندنا اكتر من 20 مكنة. احنا عندنا دلوقتي 8 مكنات شغالين بالفول كاباسيتي بتاعتهم، بنقدر نستقبل المرضى، وكل التمويل اللي حصل للمركز من مؤسسة صناع الحياة اللي بتدعم المرضى وبتدعم كل العاملين في المركز بشكل كبير جدا. الحمد لله، يعني قدرنا خلال الفترة دي قدرنا ان احنا نلاقي عيانين كتير جدا من المقاطعة، من السنبلاوين، من تمايل امديد، من كذا منطقة حوالينا. المكان فعلا قدر يخدمهم وفرق معاهم على لسان العيانين نفسهم، ان هم كانوا بيغسلوا في اماكن تانية، بس كفاءة الغسيل والتحاليل اللي بتتعمل والجودة الطبية سواء من الفريق الطبي، من فريق التمريض، من العمال، من الفريق الإداري، فرق مع العيانين خلال السنة دي، وده اللي خلانا قدرنا نوصل من 6 عيانين ل 30 عيان. وتعد ثمرة جهود المركز هذا العام حصوله على تقييم A+ من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية. هذا ويسعى مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة بمركز السنبلاوين خلال العام الجديد بالحفاظ على دوره في رعاية واستقبال مرضى الغسيل الكلوي من أهالي القرية، بجانب العمل على توسيع وحدة الغسيل الكلوي لتصل إلى 20 وحدة. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نظمت جامعة قناة السويس قافلة طبية شاملة مجانية إلى قرية أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية. وقدمت القافلة الطبية خدماتها ل 430 مواطنا في مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية، كما تم صرف الأدوية للحالات المرضية بالمجان. وفي مجال الإرشاد الزراعي، قام أساتذة كلية الزراعة بالجامعة بزيارة عدد من المزارع وتقديم التوعية باستخدام الطرق السليمة للري والتسميد الصحيح للأراضي، مع صرف الأدوية والمبيدات اللازمة بالمجان. عندنا 11 تخصص النهاردة، عندنا 11 تخصص طبي، عندنا النهاردة قافلة زراعية موجودة متواجدة برضو في الحيز الزراعي برا، وخرجت في القرى المجاورة برضو. عندنا قافلة بيطرية برضو موجودة عندنا راحة كيلو 19 والجراجرة في الأماكن الريفية المجاورة. طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جامعة قناة السويس،
احنا كحياة كريمة دلوقتي بنستقطب جميع الوسائل اللي بنقدر بيها نساعد اهالينا، ودلوقتي معانا القوافل الطبية اللي بتجوب المحافظات وبتجوب القرى. القوافل دي بيكون موجود فيها جميع التخصصات الطبية، جميع العلاجات المجانية، جميع التحاليل، جميع الأشعة، كل ده مجانا عشان نقدر نوصل للإنسان الأكثر احتياجا. وصلت القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة بمحافظة أسوان، وصلت أعمالها لليوم الثاني والأخير بقرية الرقبة التابعة لمركز دراو، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمشاركة 8 تخصصات ومعملين للدم والطفيليات والأشعة والصيدلية التي يتوافر بها أكثر من 130 صنفا. ووقعت القافلة الكشف الطبي وقامت بصرف الأدوية بالمجان ل 1023 شخصا، بالإضافة إلى تحويل حالات للمستشفيات التابعة لمديريات الصحة لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرنين المغناطيسي بالمجان. وقفتنا الاقتصادية بنشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية وشروق عماد الدين، إليك شروق. شكرا لكما يوسف وحكمة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعات للرأي على عينة من المواطنين في 33 دولة حول العالم لتعرف على رؤية مواطن هذه الدول للأوضاع الاقتصادية في بلادهم. وأكدت التقارير أن 46% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع تعاني الأوضاع الاقتصادية في بلادهم من حالة ركود، فيما توقع 42% من المواطنين بالعينة ارتفاع تكلفة السلع والخدمات خلال عام 2024. بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية إبراهيم بوركي خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر. وقال وزير التجارة والصناعة إن الغرفة ترغب في إقامة هذه المنطقة في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصة والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري، مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن مصر بادرت بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة للتعاون بين دول منطقة شرق المتوسط. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية للوكالة الدولية للطاقة لعام 2024 في باريس بمناسبة الذكرى 50 على إنشاء الوكالة، حيث أوضح الملا أن الفكرة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مجال الطاقة للمشاركة في مواردها والبنية التحتية الخاصة بها وتحقيق أمن الطاقة وأقصى استفادة واستدامة لهذه الموارد. وأشار الملا إلى أهمية تعاون كافة أطراف صناعة الطاقة من خلال مشروعات مشتركة للأبحاث والتنمية وتبادل التكنولوجيات والشراكات في الاستثمار. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطيل الإمدادات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 13% لتبلغ 82.11 دولار للبرميل. كذلك أيضا ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 26% لتبلغ 77.18 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.9% لتصل إلى 2.9 دولار لللتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.24% لتسجل 1.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص، قال إن سوق النفط في حالة جيدة ومستقرة إلى حد ما، وأضاف الغيص أنه يرى اقتصاداً عالمياً قوياً هذا العام ستكون له انعكاسات إيجابية على الطلب. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة، وعودة من جديد إليكما حكمة ويوسف. شكرا لك شروق. قال القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان بيتر جراف، قال إن الوضع في السودان يعد بمثابة عاصفة كاملة، حيث يعاني من تردي النظام الصحي وانهيار برنامج تحصين الأطفال وانتشار الأمراض المعدية. وأضاف جراف في مؤتمر صحفي أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 10,000 حالة كوليرا و5,000 حالة حصبة وحوالي 8,000 حالة حمى الضنك وأكثر من 1.2 مليون حالة سريرية من الملاريا. تحل اليوم ذكرى مرور 100 عام على أول بث إذاعي مباشر والذي يوافق 13 من فبراير. هذا ويحتفل العالم باليوم العالمي للإذاعة تأكيدا على أن الإذاعة ما زالت مصدرا للإعلام والترفيه. احتفال عالمي متجدد باليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق 13 من فبراير من كل عام. احتفال هذا العام يأتي تزامناً مع مرور 100 عام على أول بث إذاعي مباشر عبر الأثير، ويأتي تأكيداً على أن الإذاعة ما زالت مصدراً للإعلام والترفيه من الصف الأول رغم التأثير المتزايد للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. التقديرات تشير إلى أن عدد مستمعي الإذاعة تخطى 4 مليارات شخص. منظمة اليونسكو قالت إن الإذاعة منذ بدايتها في أواخر القرن 19 ما زالت الرفيق الدائم الذي يجمع العالم حول لحظات قوية ومشاعر مشتركة. الإذاعة أثبتت دائماً أنها الوسيلة الإعلامية التي تتفوق على سائر الوسائل الأخرى من حيث الشمول وسهولة المنال، وخاصة في أوقات الأزمات، وتولي الأمم المتحدة اهتماماً خاصاً بالإذاعة وتستخدمها في بعثاتها لنشر المعلومات الموثوقة والتوعية وتمكين السكان، وللتأكيد على الأهمية الكبيرة للإذاعة قالت اليونسكو إن أهمية الإذاعة تنبع من أنها الوسيلة الإعلامية التي تصل إلى أي مكان يتعذر على الوسائل الأخرى الوصول إليه، ففي عام 2023 لم ينتفع ثلث سكان العالم بالاتصال اللائق بشبكة الإنترنت، وارتفعت النسبة إلى نصف سكان المناطق الريفية. وتظل الإذاعة محافظة على بريقها وسط الوسائل والوسائط الإعلامية المختلفة ومصدراً موثوقاً للمعلومة والخبر. وعن أخبار الطقس لغد نعود فيها مرة أخرى إلى شروق عماد الدين. إليك شروق. شكرا لكما. جولة أخيرة في نشرة التاسعة لأهم أخبار الطقس ودرجة الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 20، الصغرى 12، الإسكندرية 17، 11، مطروح 16، 10، بورسعيد 19، 13، الإسماعيلية 21، 11. وإلى السويس حيث العظمى 20 والصغرى 12، العريش 20، 10، طابة 19، 12، شرم الشيخ 24، 15، الغردقة 24، 14.
والأقصر 24/11، أسوان 25/11، الوادي الجديد 23/6، شلاتين 26/16، حلايب 24/18. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله يوم الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس أعمال الدورة 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي نيباد. الرئيس السيسي يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، وبايدن يشيد بجهود مصر في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة. القاهرة تستضيف اجتماع رباعيا لبحث موقف الهدنة في قطاع غزة، وواشنطن تصفها بالبناءة.